فنشأ هذه النشأة الصالحة الطيبة حتى وصل إلى مكانة عالية في الفقه وفي الحديث، فجمع بعض الشروح وعمل بها الشرح الكبير اللي احنا الآن هنشتغل عليه، سماه منحة الخالق على ايه؟ مختصر الشيخ خليل، منحة الخالق على مختصر الشيخ خليل، واعتمد فيه على القول الراجح، وله عمل متن على مختصر خليل، هذب المختصر وعمل عليه متن سماه ايه؟ أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وشرحه بما يسمى الشرح الايه؟ الصغير. وله رسالة في متشابهات القرآن، وله نظم الخريدة البهية في التوحيد. احنا كنا ايام ما كنا في الثانوي درسنا هذه الخريدة، له كتاب عليها شرح على اسم الجوهرة، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. ده من الحاجات اللي احنا حافظينها من ايه؟ من الخريدة البهية ايام ما كنا في الثانوي، سنة اولى ثانوي. الكلام ده من سنة كام؟ من سنة 56 من القرن الماضي. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر، يعني ما فيش حاجات ناشئة بطبعها، انما هي نعم. يقول ايه؟ والله يفتح عليك. ما شاء الله، يا ريت حضراتكم يعني تتلموا على الخريدة وتحفظوها، ما شاء الله فيها حاجات جميلة، حاجات جميلة أوي. وله كتاب تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان التصوف، وله رسالة في البلاغة في المعاني والبيان، وله رسالة في القراءات أفرد فيها طريقة حفص، وله رسالة في المولد الشريف، وله شرع على آداب البحث، وله مجموع ذكر في أسانيد الشيوخ، وغير ذلك كثير وكثير وكثير. الشيخ الجبرتي مؤلف كتاب الشيخ عبد الرحمن، مؤلف هذا الكتاب، يقول لك أنا استشارني الشيخ الدردير لما عمل الزاوية، لأن الزاوية دي اللي فيها الشيخ الدردير دي لها قصة برضه. ليه؟ الشيخ الدردير كان يدرس في هذا المكان، وبعدين ملك المغرب كان رجلا صالحا، كل سنة يبعث لعلماء الأزهر مبلغ يوزع على العلماء لمساعدتهم في أداء مهامهم العلمية، فوزع عليهم المبلغ، ولكن بعد أن وزع المبلغ وصل ابن ملك المغرب إلى مصر قادما من السعودية بعد أن ضاعت أمواله. فالشيخ الدردير قال لإخوانه: والله ما يحق لنا أن نتفكه بأموال الملك وابنه يتدور جوعا، فإحنا يا ريت نتنازل عن هذه المبالغ لمين؟ لابن الملك. فعلا الشيخ الدردير تنازل عن ايه؟ عن نصيبه واعطاه لمين؟ لابن الملك. ابن الملك راح بلغ والده بموقف الشيخ الدردير، فالملك بعت مبلغ كبير لمين؟ الشيخ الدردير، انشأ به الايه؟ الزاوية او المسجد اللي هو مدفون فيه الان. يعني هذه الزاوية اصلها، هذا مسجد كبير اصله ايه؟ زاوية بنيت بمين؟ بعطية او بهدية مين؟ ملك المغرب. الشيخ حسن الجبرتي والد الشيخ عبد الرحمن يقول: انا سمعت الشيخ ينشد من عاشر الانام فليلتزم سماحة النفس وترك اللجاج، وليحفظ
المعوج من خلقهم، أي طريق ليس فيه اعوجاج. يعني أنت لما تتعامل مع الناس لا تكون ضيق، إذا وجدت فيه شيء من العوج حاول أنك أنت تتوسع ولا تضيق ولا تشد عليهم، تقبل هذا الاعوجاج، لأن كل الطرق في الدنيا فيها اعوجاج. فاسمعني هؤلاء نقول تاني يا سيد، من عاشر الأنام فليلتزم سماحة النفس وترك اللجاج، وليحفظ المعوج من خلقهم، أي طريق ليس فيه اعوجاج. وبعد وفاة الشيخ علي العدوي اللي كان شيخ على المالكية وشيخ الرواق، تعين الشيخ الدردير شيخ على المالكية ومفتيا وناظرا على وقف الصعيدة وشيخا على طائفة الرواق. والشيخ الجبرتي بيقول ده مش شيخ على الكلام ده بس، لا ده صار شيخا على عموم مصر، صار شيخا على عموم مصر. توفي رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة 1201 هجري. ثالث هؤلاء العلماء اللي أسهموا في هذا الكتاب الشيخ محمد عرفة الدسوق. الدسوق نسبة إلى دسوق، مدينة دسوق عندنا إحنا الصعيدة أو الفقه المالكي كثير الانتشار فين؟ في الصعيد وفي شمال الدلتا، يعني النسبة كبيرة جدا من كفر الشيخ ومن دمنهور بحيرة في الفقه المالكي. يعني مثلا أول شيخ للأزهر كان منين؟ من البحيرة، كان من البحيرة، الشيخ أحمد الخرش بل اسمه أبو خراش من البحيرة. الشيخ الدسوقي حفظ القرآن ثم جاء إلى الأزهر وتتلمذ على الشيخ الدردير وتتلمذ على الشيخ حسن الجبرتي اللي هو والد عبد الرحمن الجبرتي، أخذ عليه الهندسة والهيئة فن التوفيق، يعني ويعني كان له دور عظيم في التربية في الأزهر. من أهم مصنفات الشيخ محمد عرفة الدسوقي حاشية على مختصر السعد في مقاصد، حاشية على شرح الشيخ الدردير اللي احنا نتكلم فيها الآن، حاشية على شرح الجلال المحلي على البردة، حاشية على الكبرى للسنوسي، وحاشية على الصغرى للسنوسي. أما خاتمة هؤلاء فهو الشيخ محمد أحمد عليش. الشيخ محمد أحمد عليش مشايخ ينتمي إلى قبيلة العلالشة، قبيلة العلالشة قبيلة مغربية، مغربية يعني إذن أصل الشيخ العليش منين؟ من المغرب. رحل جده إلى الحج ثم عاد إلى ليبيا وعاش هناك، ثم رحلوا إلى إلى مصر، وولد الشيخ مصر. يعني الشيخ محمد عليش أمه مصرية وأبوه مغربي، وإن كان ينتمي إلى ليبيا القرابة بالنسبة للوالد يعني. ولد الشيخ محمد عليش سنة 2017 هجرية، له عدة كتب، فتح العلي المالك في الفتوى، تدريب المبتدئ وتذكرة المنتهي في الفرائض، شرح منح الجليل المختصر خليل، مواهب القدير على مجموع الأمير، هداية السالك لأقرب المسالك، جلاء الصدى على قطر الندى، مواهب الرحمن المالك على شرح الأشموني، وغير ذلك كثير وكثير وكثير. من الحاجات اللي تذكر للشيخ عليش، كان أولا هو كان لا يسلم على أحد،
لا يسلم ولا أحد، وخارج كده هو يقول إيه؟ لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. يعني أنا هتقبل يدي على إيه؟ لا عندي سلطة دينية ولا سلطة إيه؟ لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. فكان في واحد اسمه الشيخ الفيومي طالب في الأزهر وخلص التعليم ويدور شغل، ما وجدش شغل، وطالب يعلموه يعني شغلوه مدرس في الأزهر، ما وجدش فرصة. جمع حاجته وحطها في الشنطة والصبح يمشي إلى الفيوم، فيرى المصطفى عليه الصلاة والسلام جالس في أحد أركان الأزهر مكان معين. يومي تعالى عيناك مدرس، استعن بها، صورة فيها نقود. صاحبنا فتح عينيه وجد الفجر على وشك يطلع والرؤية جميلة. صلى الفجر وطلع على فين؟ على الحتة اللي شاف فيها ايه؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. فوجد الشيخ عليش، الشيخ محمد عليش، جالس على نفس الطنفسة الخضراء اللي شاف فيها على ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما شافه، تعال يا شيخ، تعال يا شيخ فيومي، عيناك مدرسا في الأزهر، وخذ هذا المبلغ استعن به في قضاء حاجاتك. فعرف أن الرؤية كانت إيه؟ بشارة له أنه هو سيعين فين؟ في هذا المكان، وسيكون له دروس في الأزهر الشريف. هذه نبذ يعني مختصرة عن مشايخنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حفظ بهم هذا المكان، حفظ بهم هذا المكان. نعم يا سيدي، 217، وتوفي سنة 2099. لا، 1200. أيوه نعم، 1217، وتوفي سنة كام؟ 1299. يعني عاش كم سنة؟ 73 سنة، زي الشيخ الدردير برضه، تقريبا زي الشيخ الدردير 73 سنة. نعم، ودفن بجوار سيدي خليل والإمام اللقاني والشيخ عبد الله المنوفي في المكان الذي أشرت لكم عليه إن شاء الله. طيب، جوار طريق الاستيراد، شوف أنت إيه يعني، مقبرة عالية، يعني مقبرة عالية ولها قبة، ده الشيخ المنوفي، وجواره الشيخ الايه؟ الشيخ خليل. احنا يا مشايخ عشان الوقت هنقرا كتاب الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل. إذا كان في حاجة مهمة في الحاشية أو في تعليقات الشيخ هنقولها، يعني إن لم تكن فيها حاجة مهمة بالنسبة لنا هنبدأ دائما بقراءة إيه؟ شرح الكبير على مختصر الشيخ إيه؟ خليل، عشان نقطع مرحلة طيبة. نعم، تقول إيه؟ ما هو حاشية الدسوق معنا هنا، معنا حاشية الدسوقي. لا، هو أصلا الواجب المطلوب الشرح الكبير، لكن الجماعة الطبعين بيكتبوا على الغلاف إيه؟ حاشية الدسوق على الشرح الكبير، مع أن الأصل المفروض يكتب إيه؟ الشرح الكبير وحاشيته لمين؟ الشيخ الدسوقي. لكن هذا شأنهم دائما، زي مثلا يقول لك ايه؟ بلغة السالك على الشرح الصغير، مكتوب ايه؟ بلغة السالك، مع ان بلغة السالك دي حاشية على مين؟ على الشرح الصغير. يعني هذا شأن الطبعين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل علماء الشريعة على فضل علماء الشريعة على من سواهم. وجعلهم ملجأ لعباده في الدارين. واكتباهم اختارهم يعني. والصلاة والسلام على النبي الأعظم ورسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وعلى سائر أمة الدين خصوصا الأربعة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين. تقديم مين؟ الشيخ الدردير. أما بعد، فيقول: أفقر العباد إلى مولاه القدير، أفقر العباد إلى مولاه القدير أحمد ابن محمد الدردير. هذا شرح مختصر على المختصر. شرح إيه؟ مختصر على إيه؟ المختصر للإمام الجليل العلامة أبي الضياء سيدي خليل، اقتصرت فيه على فتح مغلقه وتقييد مطلقه وعلى المعتمد من أقوال أهل المذهب، بحيث متى اقتصرت على قول كان هو القول الراجح الذي تجب به الفتوى. هناك آراء أخرى، حتى وإن اعتمد بعض الشراح خلافه. يعني أنا بقول هختار الرأي الأرجح حتى لو كان غيري يرجح غيره، لكن أنا هختار هذا الرأي وعليه الفتوى. وإن اعتمد بعض الشراح خلافه وبالله أستعين وعليه أتوكل، فإنه المولى الكريم الذي عليه المعول. قال المصنف رضي الله تعالى عنه وعنا به وجمعنا معه في دار السلام بسلام مع مزيد الإنعام والإكرام: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة الأولى لمين؟ الشيخ الدردير. البسملة الثانية لمين؟ الشيخ خليل. دائما لما تبسمل بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، هنا هو بسم الله يؤلف، لأن الأولى تقدير المتعلق من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له، والابتداء بالبسملة مندوب كالحمدلة، يعني كما تبدأ أنت الأكل والكتابة والعمل ببسم الله تنتهي من هذا بإيه؟ بالحمد لله. هذا مندوب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الابتداء قسمان: حقيقي وهو ما لم يسبق بشيء، وإضافي وهو ما يقدم على الشروع على المقصود بالذات. أو أن يعني هو بيقول أحيانا الابتداء قد يكون ابتداء لا شيء قبله، وقد يكون ابتداء للشيء المهم حتى لو كان تقدم قبله إيه يعني أشياء.